شوفوا ما شاء الله الاستديو كيف مره يجنن. جايبين اليوم تالية كلنا جينا عشان نتصور مره. ما شاء الله تصويرها رائع. هذا يعني المفروض انها احسن واحدة في جدة. احنا معانا البيبي مره مصحصحة ما هي راضية تنام. الحين خلصنا من لاريا وابو لارا وارسلناهم. الحين حنبدأ بس تالية. مره كيوت ما شاء الله. هذا المحل عشان اشتري كم حاجة. نشتري هنا بدور زيت الكوب. ماما تباني اجيب زيها عشان نحط نخليها زيت توزيعات. برضو اخذنا اللون الازرق. شوف هذا مرة كيوت. كمان حروف. المحل مرة زحمة ما شاء الله. ناخذ زي دول الأقلام عشان نحطهم. عندهم مرة أشياء حلوة بصراحة. أول مرة أدخل مرة كيوت. عندهم استيكرات حلو. هذا المحل صار عجبني. ده عندهم محل البحر صار عم حلو. بس لا عندهم مرة كثير زي ده. عندهم أكياس كفرات. ما أعرف ليه ما أفكر أدخل دي الأماكن عادة. دفاتر أحس مرة فكرة حلوة برضو توزعوا دفاتر. شوف ده مرة كيوت. مرة أحب بينك بانتر. هذين بوكا ماركرز أقلام. بحس فكرة حلوة برضو دي تحط ألوان للبذورة. دارة مرة تحب تلون. عجبني ده مرة صلصال كده. لارا مرة تحب الصلصال البليدو. سعره 26 ومرة يجي كتير. حلو ده. تبي تبي بليدو؟ يلا خديه. جيت هنا محل كده باخذ بلالين عشان نعملها زي الدرج. عندهم كل شيء. هذا حلوة أخذ زيها كده. تيجي فضي في أبيض أحمر بلون. شكلي حاخذ كمان أبيض بس ماني لاقية بيبي بينك. بدها كمان يجي شفاف بس ماني لاقية برضو البينكي الفاتح. بس في ده لارا ما ادري ايش اخذت. لقيت ده بينكي بس ماني عارفه شكلي هاخده.